السلام عليكم، معاكم من بدر، ودي قناة برنسس ميد كروشيه. الجريني باج من الشنط اللي موضتها ما بتنتهيش، ترندي وبصوا واسع ازاي. كمان بتقدري تشكلي في الالوان بالطريقة اللي انت عايزاها. هنعملها النهاردة مع بعض، وكمان هديكي كذا نصيحة ازاي تخلصيها في وقت بسرعة. يلا بقى اشتراك، واذا عجبتك الشنطة لايك، وعرفيني رأيك في الكومنتس. واذا عندك اي سؤال انا مستنية استفسار. استخدمت خيط مكرمية قطن، دي الالوان اللي انا استخدمتها. طبعا تقدري تستخدمي الالوان اللي انتي تحبيها، وتقدري تليقي اصلا كام لون على بعض. استخدمت معاهم ابرة رقم 4.5، تقدري تستخدمي 3 او 3.5. هبدأ اول حاجة باللون الاورنج، وده هعمله القلب زي ما عندكم في الصورة كده بتاع الوردة. هبتدي وهعمل دايرة سحرية. نركز بقى مع بعض بتتعمل ازاي. طرف الخيط القصير على ايدي والطويل الفه كده اكس على صوابعي. شكل الاكس على صوابعك من قدام، ولما تقلبي صوابعك هتلاقيها متوازية كده بالابرة. وهروح جاية داخلة تحت الخيطة الاولانية وسحب الخيطة التانية. طيب انا كده عملت تقريبا الدايرة، هي بيبقى شكلها كده. طب هي هتفضل كده؟ اكيد لا. الخيطة الطويلة دي هلفها على ايدي عادي خالص كأني بعمل غرزة عادية، واروح جاية عاملة سلسلة. السلسلة دي اسمها غرزة تثبيت. نعملها تاني مع بعض. اذا لسه مبتدئة عادي جربي واشتغلي وبوظي وفكي ووقفي الفيديو واشتغلي معايا تاني لحد ما هتلاقيها خلاص جت في ايدك وبقت سهلة جدا معاكي. هو الموضوع كله ممارسة مش اكتر، ما تستصعبيهاش. الجريني باج من اسهل الشنط اللي تقدري تستخدميها او تشتغلي بيها كمبتدئه. هي كمان طريقتها تحفه ومفيش فيها لعبكه كتير، يعني هي وحدات وبنشبكها والموضوع خلص وخلاص. خلاص كده احنا عملنا الدايره السحريه. نعمل بقى غرزه التثبيت. ركزي على حركه صوابعي عشان الدايره ما تضايقكيش وانت شغاله. هعمل سلسله وكمان سلسله، وبنشتغل 11 عمود جوه الدايره. بلف الخيط على الإبرة، وبعدين بدخل جوه الدايرة أسحب خيط. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة. أسحب خيط من لفتين، وبعدين أسحب خيط من لفتين. نركز، هعتبر ده تاني عمود، لأن غرزة الارتفاع والسلسلتين اللي احنا عملناهم في الأول هعتبرهم عمود، وده تاني عمود، واللي أنا بعمله ده تالت عمود. يعني المفروض توتال او الجمع بتاعهم في الاخر يكون عندي 12 عمود. بلف الخيط على الابرة، بدخل جوه الدايرة اسحب خيط، يبقى عندي 3 لفات على الابرة. اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، ونكمل بقى كده لحد ما اوصل يكون عندي 12 عمود. تركية خلصت معايا الشنطة في وقت أسرع، لأن عملتها كذا مرة، ففي كل مرة كنت بحاول أوصل لأحسن طريقة تنجزها معايا في وقت بسرعة. دي مثلا أن الشنطة مكونة من 28 وحدة، فأنا بعمل 28 الجزء بتاع القلب بتاع الوحدة ده واركنه على جنب، وبعدين أعمل 28 الورق بتاع الورد واركنه على جنب، بعدين أقفل بقى الإطارات عادي خالص. هتلاقي الشنطة خلصت بسرعة جدا، لان عشان تبدلي من لون للون كل شويه الموضوع ده بياخد وقت، وكل لون في الوحده بيكون ليه عدد غرز معين. ففكره انك شغاله عدد الغرز ورا بعض من غير تبديل للخيوط كل شويه بيخلي ايدك شغاله اوتوماتيك تلقائي كده، من غير تفكير كل شويه انا عملت صح في الغرز او عملت غلط. انا هنا خلاص اشتغلت 12 عمود. هبتدي بقى اشد الخيط القصير ده واقفل الورده كويس. وفي اول عمود مع بعض عملناه اللي احنا اصلا كونناه من غرزة التثبيت ومن السلسلتين. هنيجي في السلسلة الثالثة وادخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة منزلقة. اقفل القلب بتاع الوردة كويس جدا، وانا كده خلاص خلصت القلب بتاع الوردة. بالمقص بقى وافصل الخيط واطلع الخيط من غرزة المنزلقة. الخيط الزيادة ده كله هيتنضف في الاخر. باللون الابيض هبتدي اشتغل اوراق الوردة. ما ننساش ان انا عملت 12 عمود،
فبالتالي هيكون عندي 12 ورقة للوردة. هختار اي غرزة عندي وابتدي ادخل الابرة كده بالشكل ده من ورا واسحب الخيط وبعمل عقدة واحدة كده زي تثبيت للخيط. وهسحب الخيط كده من الغرزة بتاعتي عادي وهشتغل 3 سلسلة. ادي 1 2 3. في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الثلاث سلاسل دول هلف الخيط على الابرة. ادي مرة الف الخيط على الابرة مرة كمان وهشتغل عمود بلفتين. زي ما قلتلكوا بدخل في نفس المكان بسحب خيط، بيبقى عندي 4 لفات على الابرة، بسحب خيط من لفتين يبقى عندي 3 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين بيبقى عندي لفتين على الابرة، بروح جاية لفة الخيط مرة ومرة كمان وعاملة عمود بلفتين تاني في نفس المكان. ادخل بالابرة في نفس المكان تاني واسحب خيط، هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هسحب خيط من الثلاث لفات مع بعض وبعدين اعمل سلسلة كمان سلسلة يعني سلسلتين، وكده يبقى تكون عندي اول ورقة للوردة. هكرر نفس الطريقة في كل الغرز، هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الغرزة اللي بعدها هسحب خيط، هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، هسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي باقي لفتين، هروح جاية لف الخيط على الابرة مرتين، هدخل في نفس المكان اسحب خيط، هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، هسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيتبقى عندي 3 لفات على الابرة، اكرر برضو لحد لازم يبقى عندي 3 عمود بلفتين. خلاص الف الخيط على الابرة مرتين، ادخل في نفس المكان اسحب خيط، هيبقى عندي 6 لفات على الابرة، اسحب خيط من لفتين بعدين اسحب خيط من لفتين، هيتبقى عندي 4 لفات، اول ما اوصل للاربع لفات اسحب الخيط من الاربعة كلهم وبعدين اقفل بسلسلة سلسلة كمان يعني سلسلتين، وكده اتكونت عندي تاني ورقة للوردة. وبنفس الطريقة اكمل لفتين تحت الحلقتين اسحب خيط من لفتين بعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي حلقتين على الابرة، لف الخيط مرتين وفي نفس المكان اسحب خيط مرتين وبعدين اسحب خيط مرتين، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، اخر مرة عمود بلفتين اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، اخر حاجة هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، هسحب الخيط من الاربعة مع بعض واقفل بسلسلتين. بس كده هكمل الغرز الباقية، المهم اتأكد ان انا بقى عندي 12 ورقة للوردة.
هنعمل بقى اخر واحدة مع بعض، برضو هعملها بنفس الطريقة، الف الخيط مرتين على الابرة وادخل تحت الحلقتين، اسحب خيط، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، الف الخيط على الابرة تاني مرتين وادخل تحت نفس الغرزة، اسحب خيط، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة. اخر واحدة بنفس الطريقة، اسحب خيط من لفتين وبعدين اسحب خيط من لفتين، هيبقى عندي 4 لفات، هسحب الخيط منهم كله واقفل بسلسلتين. وزي ما قلتلكم لازم اتأكد ان عندي 12 ورقة للوردة. هدخل كده في المكان اللي انا بوريهولكو ده، وهدخل جواه واروح جاية عاملة غرزة منزلقة، واشتغل سلسلة كده تثبيت للوردة بتاعتي. انا الوردة بتاعتي خلصت اهي وبقت زي القمر. نكمل بقى، هفصل الخيط، اطلع الخيط من غرزة المنزلقة، ونبتدي نشتغل الجزء الاخير اللي هو الاطار بتاع الوحدة زي اللي في الصورة كده. هدخل بالابرة في اي فراغ بين ورق الوردة واسحب الخيط، واعمل برضو زي ما عملت قبل كده عقدة كده بسيطة تثبيت للخيط. هسحب الخيط بتاعي واشتغل 4 سلسلة، ادي 1 2 3 4، وفي نفس المكان هعمل عمود بلفتين، لفتين على الإبرة، أدخل في الفراغ بتاعي ده، أسحب خيط، أسحب خيط من لفتين، وبعدين أسحب خيط من لفتين، وبعدين أسحب الخيط من لفتين الباقيين، وهعمل عمود بلفتين كمان مرة، ألف الخيط على الإبرة مرتين، أدخل في نفس المكان، أسحب خيط، وبعدين أسحب خيط من لفتين، وأسحب خيط من لفتين، واخر حاجة اسحب خيط من لفتين الباقيين، واقفل بسلسلتين، ادي 1 ادي 2. وفي نفس المكان هعمل 3 عمود بلفتين زي ما عملت قبل كده. ده كده اول 1، وده تاني عمود بلفتين، وده كده تالت 1. اللي انا عملته ده الكيرف او الزاوية بتاعت الاطار بتبقى واخدة الشكل ده. هعمل سلسلة، سبت بقى المكان ده خالص، وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. ده كده الاولاني، بلف الخيط على الابرة وبدخل في نفس المكان، بسحب خيط من لفتين، اسحب خيط من لفتين، وده كده العمود التاني، وبعدين ده كده اخر عمود اهو، واعمل سلسلة، اسيب بقى الفراغ ده وادخل في اللي بعده واعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان، اسحب خيط من لفتين، وبعدين اسحب خيط من لفتين 3 مرات. هنعمل الركن او الكيرف بتاع الوحدة، هعمل سلسلة، الركن بقى بيبتدي او الكيرف بيبتدي ان انا اعمل برضو 3 عمود بلفتين في نفس المكان، وبعدين افصل بينهم بسلسلتين، وبعدين اعمل 3 عمود بلفتين تاني. نفس الطريقة اللي عملت بيها الركن او الكيرف الاولاني بعمل بيها الركن ده. ده كده خلاص خلصت الركن او الكيرف التاني في المربع.
وبالطريقة دي أكرر الفراغ ده، واللي بعده ببتدي أكرر وأعمل فيهم 3 عمود بلف. الأول أخدت سلسلة كده وأبتدي أشتغل في كل فراغ 3 عمود بلف. أدي كده العمود الأولاني وده التاني أهو وده التالت بس، وبين كل فراغ والتاني بعمل سلسلة. الفراغ اللي بعد منه اهو بدخل جواه واعمل برضو في نفس المكان 3 عمود بلف. ده الاول وده التاني وبعديها ده التالت. خلاص فصلت كده بمرتين فيهم 3 عمود بلفة، اعمل سلسلة واقرر اعمل الكيرف التالت في المربع. وبنفس الطريقة اللي عملت بيها الزاوية الاولى والتانية ببتدي اعمل زاوية المربع التالتة. بدخل في الفراغ وببتدي اعمل 3 عمود بلفتين في نفس المكان، افصل بينهم بسلسلتين وبعدين اعمل 3 عمود بلفة تاني في نفس المكان عشان يكون عندي الزاوية بتاعت المربع التالتة. وادي الزاوية الثالثة اتعملت. ونكرر تاني زي ما عملنا قبل كده، هناخد سلسلة وبعدين في الفراغ اللي بعده بدخل وبعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. ادي العمود الاولاني وادي العمود التاني وادي العمود التالت، وبنفصل طبعا بسلسلة وندخل في الفراغ اللي بعده ونعمل برضو 3 عمود بلفة في نفس المكان. يعني بفصل بين كل زاوية والتانية في الـ4 زوايا بتوع المربع بمرتين بعمل فيهم 3 عمود بلفة في نفس المكان. هنعمل بقى الزاوية الرابعة من المربع، دي كده الاولى والتانية، وادي التالتة هنعملها مع بعض بنفس الطريقة. 3 عمود بلفتين في نفس المكان، افصلهم بسلسلتين وبعدين في نفس المكان اعمل 3 عمود بلفتين. كده دي الزاوية الرابعة اتعملت، هعمل سلسلة وفاضل الفراغ ده والفراغ ده، في كل واحد فيهم هعمل 3 عمود بلفة في نفس المكان. في الفراغ ده وهدخل بالإبرة وهعمل غرزة منزلقة وهرتفع كمان سلسلة تثبيت. كده أنا خلصت مربع الجيراني بتاعي.
هفصل الخيط وهطلع الخيط من غرزة المنزلقة هنا. نظفت المربع اهو، مش باين اي اثر للخيوط خالص، تحس ان الوش زي الظهر بالظبط. بنفس الطريقة عملت 27 مربع جراني، وزي ما قلت لكم طريقتي ان بعمل كل حاجة لوحدها الاول وبعدين بقفل كله في الاخر بإبرة تنظيف او إبرة مقاس رفيع، مقص او قصافة، ونبتدي بقى واحدة واحدة كده ننظف 27 مربع من الخيوط الزايدة. بص الحركة دي، تقدروا تقولولي كده ده الوش بتاع المربع ولا ظهره. ده ظهر المربع وده الوش بتاعه. من نفس الخيط بتاع الإطار وبإبرة التنظيف وهبتدي أشبك المربعات. طريقة التشبيك، عندك المربعين اهو قدامك عادي خالص كأنك فاتحة كتاب بالظبط. هتروحي جاية واخدة الصفحة الاولانية او المربع ده وتانياها على الصفحة التانية او المربع ده. كأنك بتقفلي كتاب كده بالظبط، وبإبرة التنظيف في الزاوية دي كده بالظبط. وهتروحي جاية مخيطة الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها بالطريقة دي. وبرضو نعمل عقدة تثبيت بسيطة كده. بس هبتدي بقى أشبك الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة مع الحلقة الأمامية في الغرزة اللي قدامها وهكذا، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية وأخيط، واللي بعدها برضو بنفس الطريقة الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية وأخيط. أنا قلبتها عشان تاخدوا بالكم أكتر، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية وهكذا. بس واخر غرزة كده بروح جاية واخدة برضو غرزة تثبيت وامشي بالخيط شوية كده تحت الغرز كتأكيد ان الخيط مش هيفك مني وكله تمام. كده اول مربعين شبكناهم في بعض، نفصل الخيط دي كده اول مربعين اهو. ودي شكل الخياطة كده من قدام، شكلها حلو قوي. بنفس الطريقة هثبت المربع التالت، هقلبه كده كأني بقفل الكتاب بالظبط
وهروح جاية مخيطاهم ببعض بنفس الطريقة. في الفراغ ده باخد الغرزة الأولى من الفراغ ده بالظبط، الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية، وببتدي أخيطهم ببعض. ولما أجي أخيط أول غرزة وآخر غرزة باخد غرزة تثبيت كده علشان أتأكد أن الخيط مش هيفك مني أبدا. كده عملت تلاتة، خلاص هعمل كل تلاتة في بعض وبعدين هشبكهم في الآخر. بنفس الطريقة هعمل التلاتة دول كمان، وبنفس الطريقة هعمل التلاتة اللي بعدهم دول كمان، اللي هما اصلا هيكونوا عندي ده كده شكل وش الشنطة. كده انا بجمع وش الشنطة قدامي، هخيطهم في بعض زي ما عملت كده في التلاتة الاولانيين بالظبط، لحد ما يتكون عندي تلات مربعات كده مع بعض متخيطين. هبتدي بقى استخدم نفس طريقة الكتاب كده، هتني المربعات واخيطهم خياطة كده بالعرض، وبعدين اتني المربعات واخيطهم خياطة بالعرض، لحد ما الاقي التسع مربعات بتوع الجيراني بنفس الشكل كده بالظبط بس متخيطين. انا هنا خيطت ست مربعات في بعض، وهعمل التلاتة اللي باقيين معاكم. هتني المربعات على بعض بنفس النظرية كده بتاعت الكتاب، وبعدين هاخد من اول غرزة خالص اللي هو الكيرف بتاع او الزاوية بتاعت المربع، وابتدي اخد حلقة خلفية مع حلقة امامية، وزي ما اتفقنا بعمل عقدة تثبيت في الاول وعقدة تثبيت في الاخر عشان اتأكد ان الخيط عندي عمره ما هيفك. بفضل ماشية بالخياطة كده لحد ما اكمل لحد اخر السطر، وزي ما اتفقنا اخر السطر بحب اخد عقدة تثبيت وامشي بالخيط كده تحت الغرز علشان اتأكد ان مفيش خيط هيفك معي. احنا كده خلصنا وش الشنطة بنفس الطريقة بنفس الاعداد، عملنا الظهر بتاع الشنطة كمان. كده انا استخدمت 9 مربعات لوش الشنطة و9 مربعات لظهر الشنطة، وكمان هنا شبكت 9 مربعات عشان يكونوا الجنبين بتوع الشنطة والقاعدة. هجيب وش الشنطة والتسع مربعات اللي انا شبكاهم مع بعض بالطول، وهبتدي اركبهم بنفس الطريقة اللي فاتت بالظبط. هيبقى ثلاث مربعات قدام ثلاث مربعات، هحط كده كل مربع قدام التاني وبإبرة تنظيف، وبنفس الطريقة اخيط. وزي ما اتفقنا باخد كده عقدة تثبيت في البداية، وبفضل بقى ماشية مع الغرز مربع مربع كده، حلقة خلفية مع حلقة أمامية، أفضل ماشية كده لحد ما أخيط الجناب، وبعدين أخيط القاعدة كل مربع قدام التاني كده، وأخيط الجنب التاني، ويبقى أنا كده عملت الوش الأولاني والجناب والقاعدة. انا كده خيطت وش الشنطة مع الشريط اللي بالطول اللي كنت عاملاه من 9 مربعات الجيراني اللي هم عاملين الجناب والقاعدة. هعمل ظهر الشنطة بنفس طريقة الخياطة بالظبط. ده كده شكلها بعد الخياطة. بجيب بقى المربع اللي في الجنب ده وابتدي احدد غرزة كده في النص المربع بالظبط، بدخل بالإبرة واشبك الخيط فيها. واعمل كده عقدة تثبيت للخيط، هسحب خيط وهعمل غرزة حشو، وهدخل في الغرزة اللي بعدها برضو واعمل حشو.
واللي بعدها وهعمل حشو. وهفضل ماشية دوران 3 سطور. يفضل وانتي بتعملي ال3 سطور ولحد ما نعمل ايد الشنطة ان انتي تستخدمي ابرة مقاس اقل من اللي انتي مستخدماه. يعني انا كنت بستخدم طول الشنطة ابرة مقاس 4، ولحد ما عملت ايد الشنطة وخلصت الشنطة خالص استخدمت ابرة رقم 3.5، كانت لمالي وش الشنطة والغرز كمان كانت متماسكة اكتر. هنا عملت 3 سطور ووقفت غرز عشان احدد هعمل ايد الشنطة فين بالظبط. بحدد بقى اعمل ايد الشنطة فين بالظبط ازاي. بتني الشنطة كده بالظبط وبعد الغرز من الجنب ده للجنب ده، وعدد الغرز اللي طلعلي بروح جاية اسمية على 3. هنا عملت الجنبين قد بعض بالظبط في عدد الغرز. حاجة برضو تخليكي تتأكدي انك معلمة جنب الشنطة بالظبط غير انك تتنيها، ال3 غرز العمود بلفة دي والعمود بلفة دي بتكون الغرزة في المنتصف بالظبط. اهو الجنب التاني برضو ال3 غرز عمود بلفة هنا، ال3 غرز عمود بلفة هنا بتكون الغرزة في المنتصف كده بالظبط. وطبعا لازم تكوني محددة جنب الشنطة صح علشان لما تيجي تعملي الايد تكون مظبوطة في المنتصف بالظبط، ما يكونش فيها عوجلة لليمين ولا للشمال. وعلمت بالماركر برضو ظهر الشنطة، بتني كده الشنطة على بعض وبجيب الماركر والغرزة اللي قدامه بالظبط وبعلمها. ولازم عدد الغرز في الدوران او في الجنب اليمين يكون نفس عدد الغرز في الدوران والجنب الشمال، وعدد الغرز اللي في ايد اللي انا محدداها لايد الشنطة دي تكون نفس عدد الغرز اللي ورا. انا عدتهم لقيتهم قد بعض بالظبط والدوران قد بعض بالظبط. بفضل بقى ماشية دوران غرز حشو عادي لحد ما اوصل للغرزة اللي حط فيها الماركر. هنا وصلت للغرزة هعمل فيها غرزة حشو عادي خالص وهبتدي بقى ارتفع. وعملت 60 سلسلة. طبعا تقدري تطولي اكتر من كده بس انا حسيت ان 60 سلسلة ده يعني طول مناسب ان هي تتلبس بطريقة كده مريحة على الكتف. عدلت كده السلاسل علشان خاطر ما تبقيش ما تتعوجش مني لما اجي ارجع عليها بغرز الحشو. وهدخل في المكان اللي انا كنت معلماه بالماركر وهعمل غرزة حشو عادي خالص. وهفضل ماشية غرز حشو على الجناب كده لحد ما اوصل للماركر الناحية التانية. وصلت للماركر الناحية التانية هدخل في الغرزة وهعمل فيها غرزة حشو وهكرر اعمل 60 سلسلة نفس الطريقة لحد ما اوصل للماركر بالظبط الناحية التانية واعمل فيها غرزة حشو عادي خالص. طبعا ما انساش اعدلها عشان ما تعوجش مني لما اجي اشتغل عليها بعد كده تبقى مظبوطة. هعمل غرزة حشو في المكان اللي كنت معلمة فيه بالماركر وهشتغل برضو عادي لحد ما اوصل للسلسلة اللي عملتها الناحية التانية غرز حشو عادي خالص على الجنبين. هنا وصلت للسلسلة اللي انا كنت عاملاها هدخل فيها عادي خالص واعمل في كل سلسلة غرزة حشو. وهفضل بقى ماشية غرز حشو على الجناب وبعدين اوصل للسلسلة ارتفع برضو غرز حشو عادي خالص لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزاه لي. هنا بعد ما ارتفعت 3 سطور كمان ده كده شكل الايد.
تقدري طبعا تعرضيها اكتر من كده، بس انا كنت حاسه ان العرض ده كده تمام مناسب معايا. بس بقى كده تمام، هفصل الخيط وهبتدي انضف الخيط كويس جدا بحيث ان هو ما يبانش معايا خالص. طبعا الغرزه الاخرانيه هكونها معاكم. بسيب الغرزه اللي عليها الدور وبدخل في اللي بعدها، اسحب الخيط، وفي الغرزه اللي طالع منها الخيط بدخل كده في قلبها وبسحب الخيط، بيكون ما عندي شكل السلسله. وزي ما اتفقنا ننضف بقى الخيط الباقي ده كويس جدا كده. كده الشنطة عندي جاهزة، تحفة كان وشيك في اللبس وساعها تحفة من جوه. عايزة تكتفي لحد كده تمام، تحطي مغناطيس ويبقى كده الشنطة عندك تمام مفيش مشكلة. عايزة تركب لها بطانة تمام، هديكي فكرة البطانة. البطانة اللي انا عملتها بسوستة. افضل ان انت تجيبي القماش يكون سميك، دي انا جوخ، انا بحط الشنطة على البطانة كده واسيب من هنا 2 سنتي ومن تحت 2 سنتي، اللي هو كل مكان كده 2 سنتي عشان تبقى مريحة معايا في الخياطة. وبجيب السوستة يعني بتبقى على وشها كده وبروح جاية مخيطها. تقدري تخيطيها بمكنة وتقدري تخيطيها على ايدك عادي. بعد ما تخيطيها على وشها كده تقلبيها بالطريقة اللي وريتها لك في الفيديو دي. والناحية التانية برضو بتخيطيها على وشها كده، وتقدري برضو زي ما قلت لك تخيطيها على ايدك او على مكنه وبرضو تقلبيها على كده، فبيبقوا الاثنين قدام بعض. بس عايزه تركبي جيب ركبي وبعدين قفلي الجنبين عادي، هتبقى البطانه عندك جاهزه وزي الفل. واذا عايزين طريقه البطانه بالتفصيل عرفوني في الكومنتس، واذا لقيت اجماع هعمل ان شاء الله فيديو منفصل. البطانه الجوخ بتديها نفشه وكمان بتخليها ماسكه نفسها اكتر. ركبت البطانه للشنطه كده وثبتها بخيوطه عاديه جدا. بس وهنا كانت النتيجة، اعرفوني رأيكم في الكومنتس. الشنطة واسعة جدا وعملية، وهنا كنت عملت لون تاني منها، والبطانة هنا اللي استخدمتها كانت بطانة قطيفة. اشتراك بقى عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.